لابد أن يفرغ الإنسان إلى أين؟ أن يسلم لله قلبه، وأن يسلم من الحرام جيبه. فأن يحفظ قلبه من الميل إلى الحرمة، وأن يحفظ جيبه من التعدي على المال الحرام. إنا إيه؟ قلبك. وده تصلحه إزاي؟ بالذكر. تكون حارس على قلبك، تكون حارس على باب قلبك وتحرص منه، لأن القلب من التقلب. واخرج عن كل هوى أبدا ودعت الفيق مع الهرج. لا يستقيم الإيمان إلا إذا استقام القلب، ولا يستقيم القلب إلا إذا استقام اللسان. يبقى عايز ده يشتغل سليم، السبحة ما تسيبهاش من إيدك، الورد ما تفرطش فيه، قيام الليل تصحصح له كويس، كتاب الله ما تهونش فيه، صيام النهار وقيام الليل وطول الأذكار علاج مجرب لصلاح القلوب. لولا الشياطين تحوم حول قلب ابن آدم لكشف الله له عجائب الملكوت. يعني لولا كده كنت تشوف بعينك ما لا يرى، لكن ايه اللي قافل عليك الباب؟ انك انت مسكن في قلبك صنم. ولذا كان يقول سيدنا عبد القادر الجيلاني: كيف تطوف بالبيت وفي القلب صنم؟ ايه الصنم ده؟ بتحب حد غير ربنا. يعني انت ما نحبش ابني؟ لا، حبوه لربنا، احسن اليه لربنا، بس بلاش عشان ابني اكل حرام. يعني ما حبش مراتي؟ حبها عشان ربنا، اكرمها لله وحبها في الله، واعمل اللي انت عايزه، بس بلاش عشان خاطرها تعدي حدود ربنا. إلا الله، والباقي كله عدم. ولذلك لما كنا نروح عند مشايخنا، كنا أول ما ناخد نقول له: يا سيدنا الشيخ عايز العهد. يقول له: لا إله إلا الله. قال لحد ما يبقاش في حاجة ننفيها. لحد إيه؟ مش كانوا يقولوا زمان لا إله إلا الله إيه؟ نفي وإيه؟ ويظل العبد بين النفي والإثبات حتى لا يجد ما ينفى، يعيش في دائرة الإثبات ويموت على الثبات. يثبت الله الذين آمنوا، بس يثبتهم بعد النفي والإثبات. بعد ما يبقاش في نفي يبقى كله إثبات، يحصل للقلب ثبات. والإناء الثاني يا ولدي المحفظة. كل يوم عايزك تراجع عليها وشوف اللي ليه حاجة نرجعها. العهود اللي بينا وبين ربنا ما نلعبش بيها، ما نلعبش فيها. في زكاة، ربنا ما أمر بالصلاة إلا ومعها الزكاة. أقيموا الصلاة تدور لي على مواطن كده ما فيهاش كده. كل 90% من المواطن اللي ذكرت فيها الصلاة معها الزكاة، صح ولا غلط؟ فالصلاة صلاح للقلوب، والزكاة صلاح للجيوب. ومن هنا إن صلحت القلوب والجيوب تجلت أنوار الغيوب، أصبحت من دائرة محب لدائرة محبوب. علشان دول الموطنين التفتيش، دي العلامات، البصمات الروحية اللي قبل ما يدوك حاجات من فوق يبصوا عليها، يفتش على قلبك. إن لقاه سليم ينوروه، وإن لقوا جيبك سليم يزيدوه. ومن هنا يلا كمل بقية الدين.